التقى الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني مع قائد القوات الجوية الباكستانية الفريق أول طيار ظهير أحمد بابر سيدهو في مقر القيادة بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد، وذلك على هامش زيارة سموها الرسمية لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة للمشاركة في احتفالات جمهورية باكستان الإسلامية بيوم باكستان. وقد رحب قائد القوات الجوية الباكستانية بزيارة سمو رئيس الحرس الوطني إلى باكستان، والتي تأتي في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة. وبهذه المناسبة أشاد سمو رئيس الحرس الوطني بالمستويات المتقدمة التي وصل إليها التعاون والتبادل العسكري بين الجانبين، مشيرا بالدور الذي تقوم به جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ممثلة في الجيش الباكستاني في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. هذا وبحث الجانبان خلال اللقاء عددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك والتي تصب في سبيل تعزيز علاقات التعاون والصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة على الأصعدة المختلفة، وخاصة ما يتعلق منها بالجانب العسكري.